يا دكتور. ولا وهي اول حاجه علقت عليها قالت لك الله ينور يا شيخ، كويس انتوا مش شامين الريحه. لا والله ينور بجد الريحه هايله. ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. هو احنا كنا يعني عاملين حلقه بنتكلم فيها عن سنه البطن، فكنا قلنا وصفه تساعد شويه الجماعه اللي هم بيعانوا من تراكم الشحوم، بس احنا كنا قلنا اسباب كتير بالنسبه للسيدات بعد سن انقطاع الطمس او الدوره الشهريه، بتحصل ان الهرمون بيضعف شويه الاستروجين، فبيحصل تراكم الشحوم في الاماكن دي. وطبعا عشان احنا ما بنتحركش وبناكل بالليل وبنشرب مياه غازيه كتير وبنتقل شويه في اكلنا وبناكل فوق طاقه المعده، فاحنا هنبطل كل الحاجات الغلط اللي بنعملها، وهناخد معاها ان احنا ننظم اكلنا شويه ونشرب مياه كتير ونعمل الوصفه اللي قلناها. فكانت معلقه من المرمريه ومعلقه من القرفه ومعلقه من الجنزبيل، قلت نشربهم مرتين في اليوم، مره في اول يوم مره في اخر اليوم. وكان حتى حد اتصل قال لنا دي مرتبطه بالاكل ولا، قلنا مش مرتبطه بالاكل، اللي عايز مثلا ياخد قبل الاكل اوكي، بعد الاكل اوكي، بس انا افضل ان هي تبقى بعد الاكل عشان الجنزبيل حرق شويه بالنسبه للناس اللي عندها يعني مشاكل في المعده. يعني هو يعني بيتعب المعده شويه، خلينا يعني بعد الاكل اامن. هو ملوش علاقه عامه بانه يقلل الاكل اللي داخل، هو عليه علاقه بانه يساعد شويه حرق جسمك، انه يرفع مستوى الحرق. جميل. وهيساعد شويه البطن تنزل. طيب.